احتفالين النهارده ويفرحوا ابننا عشان خاطر كل الدنيا بتيجي النهارده لرجلات. كنت تتوقع سرعه تحديد الجلسه كده بالوقت السريع ده في خلال الايام اللي فاتت دي، ولا كان الموضوع كنت متخيل ان الموضوع هياخد وقت اكتر؟ لا، في اجراءات سريعه الحمد لله انا لمسها طبعا من القيادات المسؤوله كلها اللي ماسكه القيادات التنفيذيه. دي حاجه بتفرحني وبتربط على قلبنا، خدت بالك ان احنا بدينا حياه ان شاء الله باذن الله مش هيروح وهيرجع بالقضاء المصري النزيه، واحنا مع القضاء العادل ان شاء الله باذن الله. وكمان يعني عايزك بقى توجه رساله للسيد النائب العام النهارده في سرعه اتخاذ القرارات، والنهارده كمان احتفال بنصر اكتوبر معاه انتصار لحق نجلاء وكل الناس المتابعه اللي بتسمعك من مصر والوطن العربي. طبعا انا بشكر النائب العام طبعا شكرا جزيلا، وعلى راس من فوق، وعلى رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراجل اللي هو بتاع يعني كبيرنا كلنا، خدت بال حضرتك، اللي هو متابع كل حاجه، اللي هو بيتحرك في كل حاجه، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين بمناسبه انتصارات اكتوبر المجيد ويوم عزيز علينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله وربنا ينصر بلدنا وتن في انتصار عظيم ليوم الدين الى يوم الدين ان شاء الله. في رساله حابب توصلها للجمهور قبل حضور الجلسه ان شاء الله؟ بوصل للجمهور، الجمهور على راسي من فوق، مصر كلها على دماغه من فوق، محدش سابني، على الوطن العربي كمان مداعم ليك، الناس كلها بتقول لك ان الوطن العربي على مستوى العالم العربي كله، الناس كلها بتواسيني ليل ونهار، التليفون بتاعي ما بيبطلش من جميع الدول ومن على مستوى مصر، وبشكر كل الناس المخلصين اللي هم واقفين قدامنا مع قضيه نجلاء اللي هي قضيه الحق، قضيه حق ربنا سبحانه وتعالى. نجلاء بتبين حاجه يعني حاجه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه، حتى الجلسه بتاعتها تيجي يوم 6 اكتوبر، دي حاجه من عند ربنا، ربنا بيدينا علامات، انا اصلا عشان انا وامها نرتاحوا، علامات حاجه مش متوقعه ولا كنا متوقعينها. ايه نجلاء اللي هي يوم 6 اكتوبر يتحدد جلستها، خدت بال حضرتك، فحاجه شيء يعني حاجه حلوه بتشرح قلوبنا كلنا ان شاء الله، وان شاء الله خير خير خير. في حد الجمهور بيسالك، في حد ظهر من اهل القاتله او اي محامين او اي حاجه من الكلام ده؟ بالنسبه لحضرتك على كده، بالنسبه لاهل القتيله هم مش موجودين، مش من هنا، مش من هنا خالص، من عالم تاني، بس طبعا كل حاجه خدت بال حضرتك، واحنا دلوقتي احنا خلينا في المحاكمه بتاعتنا، خدت بال حضرتك، واحنا ماشيين مع القانون. اما الحاجات التانيه دي بقى يعني حاجات دي سهله، ديت بعدين يعني، دي ان شاء الله باذن الله. يعني حتى ما فيش حد طلع حتى يعني قال كلمتين حتى حلوين. يعني انا عايزك توجه رساله بقى للناس اللي قاعده خلال الفتره السابقه بتحاول تشوه صوره الشهيده اللي يعني ضفر رجلها باشرف من اي حد، عاوزك توجه رساله للناس دي، وعاوزك توجه رساله لكل حد كمان واقف معاك. الناس دي ما هم تعرفوا الاستاذ اللي بيصور المحكمه حضرتك، يعني اي تعرف المحكمه بالكلام ده وانتم مخبين عارف؟ لا، رئيس المحكمه داخل الجلسه، وهنا يا باشا برضه داخل الجلسه. باشا داخل باشا، انت بتصور محكمه ممنوع هنا؟ لا، احنا ما بنصورش المحكمه، فين سعادتك؟ انا محامي وده زميل اعلامي يا باشا. ايوه، اعلامي تبع قناه ايه يا باشا؟ تبع المساء العربي. طيب يعني احنا قاعدين كده لو المحكمه جايه على التلفزيون؟ لا يا باشا، تبع المساء العربي. مفيش حاجه اسمها يا باشا المحكمه تيجي. اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل يا حاج نعمة طالب. ده من خارج المحكمه. اتفضل. ان شاء الله باذن الله، خير باذن الله، ان شاء الله باذن الله. عم نعمت الله، انت النهارده احساسك ايه النهارده بلمه الناس حواليك واهتمام الاعلام المصري ومتابعه على مستوى العالم العربي كله؟ ان شاء الله باذن الله، خير باذن الله، ونحضروا الجلسه والقضاء العادي بتاعنا هيكون ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. مش عايزين الحاجه بس تعيط كتير عشان محمد بس الجماعه دول. خلاص.
حاجة احلى احلى. مش عايزينك تبكي، مش عايزينك تبكي، كفايه عليك كده والله. كفايه والله، ربنا هينصرك باذن الله والله. مش ما تعيطيش، كفايه حرام عليك، كفايه مش كده. من يوم السابع اهم حاجه، بس ما تصوروش حرام المحكمه بس. اه خليك كده، خليك كده، خليك كده، خليك كده. انت لغيت المثال ايه؟ ليه شغال؟ لا ما بينزلش الجرايد ليه؟ ليه ما شغال؟ لا خد تليفوني معايا الموقع. اه انا بتكلم على الجورنال. لا والجورنال بينزل بس كل فتره، يعني بينزل مرتين في الشهر. بينزل والله، بينزل والله. ان شاء الله احنا منتظرين الخير، منتظرين القضاء العادل بتاعنا وكلمته باذن الله. لان احنا عشمنا في اللجنه، نشكر طبعا النائب العام، نشكر رئيس الجمهوريه، ونشكر كل السلطات التنفيذيه ووزاره الداخليه كلهم. 10 على 10 الناس كلهم موافقين، نور الدين واحد قام بالواجب بتاعه، ويا رب يرجع حاجه نجلاء تاني. هيتكلمنا كده عن نجلاء اخر لقاء، اخر وداع يا جماعه، اخر لقاء ولا ايه؟ شهرين معايا هي ما اتعودت، هي اصلا هي بتنامش هي لما بتنامش، هي بتنامش هي لما بتنامش، والبيت اللي نام. ما تجيب لها ميه، ما تجيب لها ميه، ما تجيب لها ميه. بقول لك محمد، بقول لك ما تجيب لها ميه، جيب لها ميه، جيب لها ميه، مش هتخلي حد يصور. الساعة 3 كده لقينا الخبر اللي ضحك بيه مصر. ده بلادي. وات ميه، وات ميه، وات ميه. حمام المول. احمد جاي من المول. كده وشنان الكتاب ايدي. خدت بالك راحت في المستشفى العام بتاع شرق الزوار. خدت بالك وراحت دمنهوش تاني يوم واتعمدت. طب خلاص كلمهم كده. كانوا يعني يعني وقت يعني الناس اشتغلت وكانت يعني ومحامي ضغط الملابسات، يعني صراحه عندنا مباحث. حط كتفك كده، تعالى كده. طبعا كان في حراكم على اعلى مستوى، خدت بالك؟ اللي هو احمد بيه المسيري الله يكرمه، او محمود بيه اسف. طبعا عندنا بندر وارياف، الناس دي ما نامتش الا لما جابوا المجرمين وجابوهم من البيت. الثلاثه كان الفجر بيأذن وهم الثلاثه موجودين، جابوهم كان قدامي. كان في تحركات على اعلى مستوى على محافظه البحيره، مديريه الامن كلها، بنشكر مديريه امن البحيره كلها على مستوى من اول محافظه البحيره من دمنهور لغايه كفر الدوار، كله كان بيصطف واحد في سبيل يجيب حي نجلاء. وطبعا بجهود المخلصين المباحث حققت، والمجرمين عرفوا اللي هم عملوه وبتمثيل جريمه وباقوالهم واعترفوا، وهي قضيه طبعا واضحه زي الشمس، قتل مع السبق الاصرار والترصد. انا لما بنقرا كده في القضيه، خدت بال حضرتك؟ لان القضيه اتنشرت راي عام على مستوى العالم العربي كله. انا لما بنفتح كده ونقرا في القضيه بنشوف اللي هم عملوه ببيتي. انا ما بنامش ولا انا ولا امها ولا اخواتي، احنا بيتنا دلوقتي ميته بقى لها شهرين، ما بننامش ولا بناكل ولا بنشرب ولا عارفين نعيشوا، وحالة نفسية صعبة وماديا وعصبيا وكل حاجة. وبنسمعه طبعا في ناس نفوذها ضعيفة ما تعرفش ربنا، بتتدخل من بعيد ومن قريب وبيقولوا الكلام طبعا يزعلنا. فطبعا احنا مش هنرد على كل حد. طبعا القضية بتاعت نجلاء
واضحه للجميع، واضحه للدول العربيه كلها والاسلاميه، حتى اللي ما بيعرفش اللغه، انا ما بعرفش اللغه بتاعتهم، هما بيقولوا ايه فكده يعني. فان شاء الله باذن الله خير باذن الله، ومنتظرين القضاء العادل والنزيه باذن الله، حكم ربنا ان شاء الله هو احنا منتظرين. حضرتك محامي متطوع في القضية اليوم، اليوم هو أولى جلسات القضية، شايف المبدأ اللي بيوضح معايا ازاي؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك أنا بشكر السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل رجال وزارة الداخلية الشرفاء، إن هو في غضون ساعات من الجريمة تم ضبط الجناة في أسرع وقت. بشكر المستشار حمادة بيسا والنائب العام اللي طبق العدالة الناجزة في أسرع وقت، وده كان حاجة كل الناس فرحت بيها وأسرة الشهيدة، تطبيق العدالة الناجزة من معالي المستشار حمادة بيك الصاوي وكل فريق النيابة العامة اللي قدروا في وقت قصير ان هم يطبقوا العدالة الناجزة. كمان بنشكر رئيس محكمة الاستئناف ان هو حدد اقرب جلسة وهو يوم 16 يوم نصر اكتوبر، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو اختار القيادات الحكيمة من اول اللواء محمود توفيق لمعالي المستشار النائب العام الجليل في تطبيق العدالة الناجزة. جلسة إجرائية ولا هي النهاردة حضرتك دي اولى جلسات المحاكمة، هتبدأ غالبا في تمام الساعة الاثنين زورا، عشان دي جلسة مسائية في محكمة الجنايات، دي حضرتك بتبقى جلسة طلبات، يعني محامين المتهمة بيحضروا بيثبتوا طلباتهم، وبناء عليه المحكمة عشان تطبيق العدالة الناجزة يا فندم بتفصل في تاني جلسة، بتخلي المحامي محامي المتهمين يطلبوا طلباتهم في جلسة واحدة، زي ما اتحكم امبارح على الطفلة رماس، النهاردة هيكون في أسرع وقت المحكمة هتاخد الطلبات كلها، بحيث ان الجلسة الجاية تكون جلسة إحالة بإذن الله لفضيلة المفتي وتطبيق القصاص. بنشكر معالي وزير الداخلية، بنشكر الضباط الشرفاء اللي شاركوا في الملحمة، بنشكر معالي المستشار النائب العام، بنشكر كل انسان عنده ضمير من محامين البحيرة اللي رفضوا ان هم يدافعوا عن القضية الشجارة ثواني ثواني ما تشدش السلك عيب. طب ماشي يا ما ينفعش برضه تعمل كده، انت اللي بتعمله ما ينفعش يا استاذ. مش هيطلع نفس اللق يعني، عمره ما بيجي زي بعض عشان تعالى بس وكانت مكافحة وكانت ما شاء الله عليه زي الورد المفتحة مصدورة قدامكم مريض وحرام رئيس حق نجلة من القضاء المصري ومن الناس الشرفاء كلها، رئيس حق نجلة يرجع من القضاء ومن الناس الشرفاء كلها يا رب عشان حقك يا
كفايه عليها يا جماعه، كفايه 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 عاوز ايه جاهز اللايف فاكر عامل ايه؟ الحمد لله يا ابو ايه الاخبار؟ نهيت لك كميه الزهور جديد على الناس كلها بوشها بشوف عندها الخير فقلبها ربيتها على الطيبه وربيتها على فين اسامه؟ فين اسامه عمها؟ بقول لك فين اسامه؟ فين اسامه عمها؟ فين؟ في اسامه عمها صح؟ زي ما احنا شايفين طبعا انهيار تام، لسه الاستاذ اسامه ما جاش عم الشهيده، ولكن الوضع فعلا صعب جدا، وضع طبعا كل الاهل موجود وكله بيترقب النهارده اليوم محاكمه السفاحه الخاينه اللي هي قتلت الدنيا، خدت بالك هي واعوانها، خدت بال حضرتك وكله على صفيح ساعه، خدت بال حضرتك ولا زغبي تفتح عشان بالله كبير وفي القضاء المصري الشامخ. طبعا احنا عايزين نقول الناس هتلحقهم ان شاء الله ان شاء الله. عايزين نقول النهارده اولى جلسات المحكمه المتطوعه مع احنا جايين النهارده تمام. عايز اقول لكم النهارده دي جلسه قرائيه، هتكون جلسه طلبات هتبدا الساعه 2 ظهرا، هيبقى محامين المتهمين ان شاء الله هيقولوا طلباتهم، والجلسه الجايه هتكون جلسه الفصل باذن الله اللي هيكون حكم الحاله لفضيله المفتي. طبعا معالي المستشار الجميل طبق العداله الحديثة بسرعه الحاله. اولى جلسات المرحوم الشهيد اجلاء، وزي ما احنا شايفين طبعا الموقف قدامنا ناس قاعده منتظره وكل الدعم ليها. يا مؤمن هو كل الناس المحترمه تعمل لايكات لو سمحتوا، لو سمحتوا لايكات، لو سمحتوا معانا 191 مش هعمل غير لايكات 105 بعد اذنكم نعمل لايكات. وادي اخو الشهيده وربنا يصبر والده الشهيده يا رب العالمين، ادعوا لها ادعوا لها ادعوا لها يا جماعه ادعوا لها. طبعا الشهيده دي والد الشهيده في حاله صعبه جدا، والد الشهيده في حاله صعبه جدا، اسره طيب الشهيد لو سمحتوا في قضاء مصر القضاء الشامخ النزيه اللي هيصدر حكما تاريخيا ويصدر حروفا عشان حق الشهيده دي طبعا هو عايز نقول من فقيد شيطانه ورهان للاسف الشديد اتعرفوا مش موجودين، مفيش حد النهارده موجود من اهل المجرمه، مفيش حد ظهر حتى الان. اعمال خير على صفحات طبعا يا جماعه احنا بنحكي بدايه الغدايه
ممثل الوضع اللي هو ما حضرش. المحكمة اتعرفت على من 4 سنوات. اما اتعرفت وقع بدايه الواقع اصلا حاصل. ما انا عارف، ما انا عشان كده بسالك. بدايه الواقعه حضرتك لما استقبلت الخبر وعيد الناس تذكرتهم بواقعه حصلت ازاي؟ يعني ايه الاجرام بالصوره اللي وصلت لها بالشكل ده عشان ترتكب جريمه زي دي؟ والله احنا حيثيات القضيه نفسها او حيثيات القتل اللي احنا عارفين ان هو سبب الانفصال والقصف من شهرين فاتوا، من شهرين قبل الجريمه، يعني شهرين قبل الجريمه، ده اللي عرفناه من خلال التحقيقات النيابه العامه وتحريات الملابس. خلال تحقيقات النيابه العامه وتحريات الملابس، ده اللي وصلنا، ده اللي وصلنا واللي موجود عندنا. ما كانش في اي تواصل مثلا معاكم من خلال اهل المتوفيه او اي ان طبعا هم كانوا طبعا طلعوا واتكلموا في احد البثات المباشره وكان شبه يعني ان تشكيك في الـ في الـ في في الشهيده نجلاء، تقول لهم ايه؟ لا طبعا الشهيده نجلاء نحن اقل ممن نتكلم عليه، احنا اقل من ذلك بكثير، لان القضيه واضحه بوضوح الشمس، ملابسات القضيه واضحه بوضوح الشمس، واللي حصل لاختي نجلاء الكرامات اللي بنت فيها من جميع الدول العربيه بل والدول الافريقيه بل والعالم العربي باسره، ما ظهر لها كلها كرامات من الله سبحانه وتعالى. احنا مش في ايدينا حاجه، مش جايبينه من عندنا، ده ربنا سبحانه وتعالى. كمل الصوت طالع، كمل احكي. ماشي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمل كده. ست عمران من ناس ما تعرفهمش ولا احنا نعرفهم، ده احنا دي بحتين، كل دي كرامات. احنا مش مستنيين ان احنا نفعل، احنا حد دفع النجاح، لا ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا. عاوز تقول ايه يعني الرساله اللي انت عاوز توصلها للجمهور؟ كم التعاطف اللي موجود مع حاله نجلاء على مستوى مصر والوطن العربي بشكل كبير جدا، يعني ده فعلا دل ان هي انسانه اكيد لها يعني كرامتها زي ما حضرتك بتقول، وظهرت في وفاتها وظهرت في كم الناس اللي موجوده. عاوز تقول لهم ايه؟ أنا والله بقول للجمهور نحن نثق في عدالة السماء، في عدالة الله سبحانه وتعالى، ونثق ثم نثق في القضاء المصري. القضية الآن بيد العدالة، القضية الآن بيد العدالة، ليس لنا أي كلام، ما نقدرش نتكلم كلمة. طالما دخلت هيئة المحكمة كل الكلام يسكت، صوت الحق هو اللي يطلع، ما حدش له كلام. الثقة التامة في القضاء المصري و الثقة التامة في الله سبحانه وتعالى ونعم بالله سبحانه وتعالى. عدالة ثم عدالة الأرض، عدالة التي هي تحكم بحكم الله سبحانه وتعالى، دستور الله. نعم بالله. لا مفر من دستور ربنا سبحانه وتعالى. لا بالله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربنا هينصر الحق باذن الله، باذن الله تعالى، باذن الله سبحانه وتعالى تظهر القضيه ان شاء الله. يقين بالله، عندنا يقين ان الله سبحانه وتعالى الذي فعل مع نجلاء الشهيده ما فعله من كرامات هيأتي بحقها. هل عند حضرتك خلفية ان الثلاث مجرمين خرجوا من مكانهم وبدأوا ان هم يحضروا المحكمة ولا لسه ما جوش ولا ما عندكش خلفية؟ ان شاء الله يبقى خير باذن الله رب العالمين. المتهمين عاوز انا بسال عليه القضيه جرمتها في ساحه القضاء من متهمين واوراق وامانه الروح كلها متعلقه برقبه القضاء. نعم بالله سبحانه وتعالى. احنا لا بندور على ده فين ولا ده فين ولا ده فين، بل احنا عارفين يقينا ان الدوله المصريه
دولة بها قضاء مصري نسيه. وهناك رسالة، هناك رسالة أيضا من رب، من ربنا سبحانه وتعالى ثم في القضاء المصري كمان، إن النهاردة احتفالية بنصر أكتوبر، فيجي النهاردة كمان الحكم وتشعر وكأنك يعني فعلا في حدث تاريخي، وهو محاكمة الجناة، وأيضا يأتي في يوم تاريخي لمصر. وهذه آخر البركات التي باركنا الله سبحانه وتعالى على نجلاء، التي باركها الله سبحانه وتعالى من ضمن البركات أنه يوضع في قلب القاضي الذي حدد جلسة المحكمة في هذا اليوم التاريخي لمصر بأكملها، لمصر بأكملها يوم عيد مصر. عايز تقول لي يا أستاذ أحمد إن الحاجة دي جت كده؟ أكيد أكيد، ترتيب رباني كبير بس خلصت. إحنا مع الله، أنا بالله سبحانه وتعالى، نحن مع الله سبحانه وتعالى. ولكن أنتوا كعائلات وكأرياف أمنتوا بالشرطة وأمنتوا بالقضاء وبطبيعة الحال؟ نحن رجال قانون يا أستاذ أحمد. تمام، نحن رجال قانون، نحن رجال قانون. تمام، نحن رجال قانون يا أستاذ أحمد، لابد أن نحترم القانون. وشكرا. شكرا. خليكم معانا يا جماعة. قول الجلسة كام يا أستاذ؟ إيه؟ قول لسه؟ يا محمد يلا يا جماعه، يلا حاجه نعمل طلع على كده داخلين دلوقتي، ما هو معايا الشاي بتاعنا، داخلين لقاعة المحكمه. يا رب ربنا يجيب حقها يا رب، ياخد حقها يا رب. خش يا ماما، تعالى يا الله اعدام بنسي الله، امر ربنا اعدام العدل مع الكل يا رب يا رب يا رب. شكرا لرجال التخليه الشرفاء، حجيها بس يا رب، تعالوا هنا، تعالوا هنا، فوق 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 في الجنب، فوق في الجنب. باشا انا العيله، بس هو يا باشا حاتم بيلا. شكرا لوزاره الداخليه، شكرا شكرا رجال القضاء المصري الشامخ، شكرا لوزاره الداخليه، رجال الشرفاء اللي يعني بصراحه اتاحوا الفرصه للناس ان هي تخش. شكرا. هنا يا استاذ هشام، هنا يا استاذ هشام، هنا يا استاذ هشام، هنا كده يا جماعه، هنا كده يا جماعه، على جنب كده يا جماعه، خشوا يمين يا جماعه، خشوا يمين، على جنب، خش يمين، خش يمين، خش يمين، خش يمين يا جماعه، كل يوم على اذنكم، على جنب كده يا فتحيه، على جنب وعلى كده، لو عايزين نعديها على جنب كده، ده كده ده كده، خش نخش على جنب كده يا جماعه، على جنب كده، بس على جنب كده يا جماعه، استنى بس، والدتي خش، استنى يا جماعه، استنينا بس، جوه والدتي ماشي ماشي، طيب يلا يا حاجة وابوها ماشي ماشي، العدد ده كله لا ماشي يا باشا، تمام ماشي ماشي، عمل اقسامها يلا بقى، خش ادخل اختها ماشي، بس هو بس اهليتها بس يا باشا، بص بص اهليتها خمسه اهم، اخواتها وابوها اهم، انا اللي بقول لك عشان بساعدك حضرتك، ماشي 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 ماشي، خشوا في جنب يا جماعه ورا عشان السكه، بس احنا بنساعدكم بنريحكم، ماشي ماشي صح، الله على دماغنا من فوق، يلا يا جنب عشان الطريق، يلا لو سمحت، خش جوه، حاضر حاضر، خش جوه، خش جوه، خش جوه شويه يا جماعه، خش جوه، خش جوه، خش جوه، خش يا محمد، خش يا
طب استنى بقى عشان ايه؟ ممكن بقى ندخل كده عشان نوسع المجتمع. انا عايز كده ندخل كده ندخل جوه شويه. ماشي ماشي لسه لسه تعالوا كده لسه ما اشتغلتش كده. هو الغفله بص بص ماشي نرجع ورا نرجع ورا نرجع ورا نرجع ورا بس ايوه كده. ارجع ارجعوا ارجعوا يا جماعه ورا ارجعوا ورا ارجعوا ورا. خش جوه يا جماعه بس عشان نساعدهم والله. ربنا يبارك لك ويجزيك خير. خشوا كده جوه. خش كمان 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 كده حاتم بيه. نشكر رجال الداخليه المصريه على عايز ايه عايز ايه عايز ايه عايز ايه عندك خروعه تمام كده يا معلم. اوكي على جنب اهو الطريق اهو. اهلا ملكس اهلا ملك. تعال يا حاج. تعال يا حاج. كرسي اهو وسع. تعال هنا وسع وسع وسع. ما عملش لايك يعمل لايك. اهلنا يعني. عايز ايه عايز ايه؟ الساعة كم دلوقتي؟ الساعة دلوقتي هو ماهر ماشي ماشي ماشي. فين ولد ماهر صح؟ ماهر صح؟ ماشي عارف لايكات يا جماعه لايكات يا جماعه. بس في 209 ما شاء الله 100 بس عاملين لايك. لايكات يا جماعه. مش
القنعاري لسه موجودين. يعني النهارده اولى جلسات محاكمه فتره الاجهاد كده اتكلمنا بقى يعني النهارده جاي شايف الجلسه ازاي وواثق كلمه كده عن النظام يعني. والله منتظر قصاص العدل وان شاء الله محارب لا هيتعب ولا اهل وسائل الاكاديميه. دول انت رافض مين ده؟ يعني ايه الاجراءات اللي مين ولا بيسمك ده؟ ده انت بتطلع عليها شيطانه؟ مين ده؟ عشان مجلاك دي لا والقصاص العادل اللي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى اللي هو شفته قبل كده اللي هو القصاص اللي هو مكتوب في القران واللي هو معروف. اتكلمنا عن علاقه مجلاك لو التصوير فصل هفتح تاني بس تاني الموضوع هيبقى مباشر ان شاء الله. لايكات يا جماعه لايكات لو سمحت. وهي كانت طبعا في شرور في انفسها بتتسوى لها ان هي تروضها شيطانها وبنتي كانت محبه للناس كلها مش محبه بس محبه للناس كلها ومجاهده رفضها. باذن الله باذن الله لسه المحكمه ما بداتش. ما تكلمش على بنتي ولا كل كلمه والمحبه للناس والناس ما كانش عندها حد الحد كانت بتحب عمل الخير بتحب كل حاجه كويسه بتفرح الناس كانت بتدي دايما في الخير للناس كلها. رئيس مباحث المحكمة وهي معاها تمويل وهي دلوقتي برضه في كلية تجارة وكانت محبة للناس بتحب الخير والجميل. طبعا كل الاسره مجمعه لان الناس اللي هي كل العائله على مستوى كفر الكفار وعلى مستوى مدينه مصر على طول كله منتظر الحكم العادل بتاع القضاء المصري. ان شاء الله القضاء المصري خير عندنا وبنشكر وزاره التحرير وبنشكر النائب العام وبنشكر المسؤولين في الدوله في نهايه هذا اليوم يوم 6 اكتوبر اللي هو جلسه المحكمة جت وكانت اصلا اللي دخلت عندنا البيت وكانت عيش ومالها ووالدتنا بنتلاقي المأكولات والعصاير خدت بال حضرتك وكنا كانوا والدتها والدتها كانت بتجابلها بكل ترحاب زي ولادها البنات مش عارفين هي ازاي دبرت الفكره دي وحكمت على بيتي انها اصلا حكم مسقط انها من شهرين تخطط بلادها ماهر صح؟ يعني معانا برضو احد المقدمين معايش الدفاع كلمنا كده النهارده عن تخطيط بقى الجلسه الطبيعه على شاشه 24 فجر ايه؟ احب حضرتك تعرفني الناس معاك هشام ابراهيم المحامي المتطوع مع الاستاذ اسامه بدوي ومحمد حسين. النهارده احنا جينا عشان نساند الشهيده هلال واسرتها. طبعا الناس اللي ما تعرفش الجريمه الشيطانه اللي هي القاتله صديقه الشهيده هلال اتعرفت عليها من خلال الفيسبوك من 4 سنين عشان الشهيده النجاه بتعمل اعمال خير وعامله جروب الخير في كفر الدوار. اما اتعرفت عليها عرفت ان هي شغاله في احدى العيادات في المول اللي حصلت فيه الجريمه. قعدت معاها واتصاحبت عليها
وابتدت تتقرب ليها، ابتدت تروح البيت عند امها وما تعمل لها الاكل والشرب، تبقيتها على سريرها. للاسف الشديد كانت بتحقد عليها وبتغير منها. كان الشهيده نجلاء عندها التحميل، قعدت القاتله الشطاره هي وزميلتها بقوا يبدلوا مكانها في العياده اللي تمت فيها الجريمه. اللي حصل ان القاتله ابتدت تفكر في تدبير الجريمه من 6 شهور، ان هي تاخدها عن طريق المخدر استحبها لاحد الاماكن بحيث ان يتم كشف الجريمه مع القاتله اللي هم موجودين معاها في طرف الجريمه. اللي حصل ان الشهيده رفضت تشرب المشروب اللي كان فيه المخدر، فما كان منهم الا ان هم اغلقوا الباب. بعد ما اغلقوا الباب طبعا هي كسرت الكاميرات المراقبه، ظنت ان هي المشهد مش هيتم تصويره. طبعا الكاميرات المراقبه موجوده مقصوده على الهارد ده تم تفريغه من قبل المهندس. الكلام ده مسكوت على تليفون الطبيب، يعني كاميرات مربوطه بتليفون الطبيب. تم تفريغ الكاميرات منذ شهر. القاتله تخفت بلبس اطراد واسع وكانت مرتديه الكمامه، لان رجال المباحث لما جابوا اصدقائها منهم سرية ومنهم ناس اخرون ابتدوا يتعرفوا على القاتله. القاتله بعد ما نفذت الجريمه الكارثه الكبرى ان هي راحت نام، يعني المباحث المنتقله لمكان المنزل الشيطان لقوها نايمه وغاسله لبسها اللي تم فيه الجريمه، وابتدوا يجيبوها اعترفت اعترافات تفصيليه. كمان لقوا اثار من ضوافر الشهيده من اثر جسد المتهمين، تم رصد ده في خلال التحرير الطبي الشرعي. في هنا القضيه مكتمله الارقام بايه؟ التحرير الطبي الشرعي اللي اثبت الجريمه، كمان التحرير اللي موجود فيه اظافر الشهيده اللي فيه اثار من جسد المتهمين، كمان في معاينه تصويريه وتمثيل الجريمه، وفي اعترافات تفصيليه، التحريات المباحث، شهود الاسباب، كله موجود في الجريمه. طبعا السيد النائب العام مشكورا طبق العداله النجازه بسرعه الاحاله لرئيس محكمه السناف اللي احال ليوم 6 اكتوبر اللي هو يوم النصر. النهارده اقول الجلسات اللي هيحصل كالاتي عشان الجمهور ما يتفاجئش. طبعا انتم عارفين ان في 2 متهمين بالغين، منهم المهام متهم الشيطانه، والمتهم الثالث لم يبلغ من العمر ال 18 عام. اذا يبقى هنا كده الجريمه قتل عمد مع سفك الاسرار والترصد، وكمان في تمثيل الجريمه، وفي جرح مقترن بجرح سرقه اللي هي المنقولات الخاصه بالمجني عليها. هنا العقوبه الاعدام. طب بالنسبه اللي هو لم يبلغ العمر 18 عام هيبقى عقوبته 15 سنه وفقا للقانون عشان هو حدث. تمام خلصت. ده هيتم النهارده، هتبقى جلسه الجهاض، المحامين هيطلبوا طلبات. ما يهمكش، المهم تمام يعني. الجلسه الجايه ان شاء الله تكون جلسه خاصه. تمام يا كبير، تمام يا كبير. النيابه هتترافع. حبيبي حبيبي والله، حبيبي والله، حبيبي. طيب ان شاء الله في خلال جلستين، وده هيكون حكم الاعدام باذن الله. بنشكر معالي المستشار النائب العام، بنشكر وزاره الداخليه على الملحمه اللي عملوها في الجريمه، بنشكر القضاء الشامخ النزيه اللي هيصدر حكما تاريخيا باذن الله. شوف معانا شباب برضه نبدا كده يكلمنا هو شايف ايه النهارده؟ ان هو جاي النهارده دماغه حاجه معينه. احنا كده في الجمعية كلها من الأسرة المستندة اللي اتهمناها تحت قبض عم العم طلع مش معايا. ولا يجوز لأي أحد من أي كان أن يتكلم خلفه إلا بعد كلمة. انت كنت توقع ان صاحبك من جلال ان هي تقدر بيها من جلال؟ انا لا كنت اتوقع اصلا ان هي تستخدم بقى حاجه وحشه مش تقدر بيها. انا كنت اتوقع ان هي مش تقدر بيها، بس ان هي تقدر بقى حاجه وحشه. ما عملتش كده المشروع. انا مش حاكم ملابسات الواقع كلها على السوشيال ميديا معروضه كلها يوم بيوم على الراي العام. مش محتاج ان انا اتكلم على نجاة، محتاج اتكلم عن القاتله ومعاونيها. القضيه كلها يوم بيوم كانت معروضه على الراي العام، والقاسي والداني كله
يعلم القضيه وملابساتها وما حصل فيها. شايفين والدتها النهارده ووالدها وكل في حاله انهيار، تقول لهم ايه وانتم خايفين ان شاء الله تاخدوا حقكم ان شاء الله باذن الله؟ ان شاء الله باذن الله اصبر قلب والدها واصبر قلب امها وانا اقول لهم ان شاء الله حقها راجع راجع جاي جاي لا محاله. نحن نثق في المعروف هيئه القضاء المصري هيئه المحكمه الموقعه نحن نلتزم بكل ما تصدره معنا هيئه المحكمه الموقعه بالقصاص باذن الله. يا حضرتك عارف نفسك انا محمود محمد خالد رجل قانون اعمل في الحكم الشرعي في المحكمه معنا شريك المبنى عليها. تعرف نفسك. اهلا وسهلا. النهارده رابع جلسات محاكمه المتهمين بقتل جنات الامان. جاي وايه في دماغك بتفكر فيه؟ والله بشكر الشعب التقليدي وبشكر النائب العام وبشكر المباحث اللي قاموا بأقوى الوقت ونثق في القضاء المصري العادل. أثق في الله سبحانه وتعالى وأثق في القضاء المصري العادل اللي إن شاء الله بإذن الله الحكم هيبقى راجع لأولياء المتهمين اللي عملوا الجريمة بشعة في عز النهار. يعني أنا أثق في القضاء المصري. النهارده 6 اكتوبر مصر العظيم اثق يعني مصر اكتوبر اثق في القضاء المصري الشامخ والعادل اللي جاي 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 ان شاء الله جاي ان شاء الله. اخوها محمد اهو محمد محمد معنا برضه محمد 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 محمد. يعني انت النهارده جاي وشايفين يعني الاسره تقريبا كلها موجوده وفي ناس من البلد، شايف التضامن ده معناه ايه؟ ان شاء الله باذن الله احنا منتظرين حكم القضاء الاول ثم حكم القضاء العادل ينزل. يعني كنت تعرف المتهمه كنت يعني عارفينها بشكل شخصي؟ كنت تتخيل ان هي ممكن تظهر؟ لا ما كنتش اتخيل خالص ما كنتش اتخيل. يعني لحظه معرفتي ان هي اللي ارتكبت الجريمه كان رد فعلك ايه؟ حاجه نعمة الله تنتظر ايه يعني من محترم ايه اللي بتطالبه في القضيه؟ يعني ايه اللي نفسك فيه تسمعه؟ اكيد القضاء هو يملك حتى القرار. احنا واثقين في القضاء العادل المصري المزمع. ربنا يوفقكم. هل عايز اقول ان تسعين تصرف هل شهيده كانت متوقعه شهيده وبيتم تنفيذ الجريمه فيها بتستنجد بشرار ما تعرفش ان هي اللي جايبه لنا القاره اللي هو بتستنجد فيها استنجدت فيها ما كانت الا المتهمه شرار تطلب خش عمنا عم بطلع السادة الصفات سمحولنا فنفتح طريق كده للناس. عمنا عم بطلع تعال سوا مع سخان طريق لو سمحت من هنا. طيب انا واقف في المحرات السادة الصفات اللي هي خلوا ماتا اللي طلعوها فوق مش خطر. اهلا بيك بس الباشر عبر معانا راجل واصل
كانت موقف الدوار ومنى جلسات محكمة فترة عبد المطالب قولي النهاردة بتجري في المحكمة النهاردة وشفتوا ازاي حالة المتهمين اللي في القضاء بسرعة في نفس اليوم الفجر كانوا هجوم الثلاثة القاتلة اللي هم المجرمين واتحاهم معاهم واعترفوا بجريمتهم اللي هي البشعة اللي ما حصلتش على مستوى مصر كلها في واضح النهار اللي هو أذان الظهر خدت بالك بيقتلوا نفس بريئة ربنا حرم قتلها ده اصلا اللي هم عملوه ده عمل بشع وخطير ما توقعتوش ان هي تكون القاتله صادقتها لا كان مستبعد لان طبعا وفر عيش وملح عندنا في البيت وكانت صديقه بنتي والروح وكانت بنتي بتكن لها الخير كله والمحبه خدت بالك واصلا بنتي اصلا لبستها اصلا في الشبكه بتاعتها الفستان بتاعها والشوز بتاعها وكانت فرحانه لها اختها اللي بتتجوز لانها اصلا كانت علش وملح عندها في البيت خدت بالك وكان صديقه عمرها يعني اربع خمس سنين صديقه عمرها الروح بالروح ما كانتش تتوقع بنتي حتى كانت وهي بتنقتل مذهوله من اللي بيحصل هي صديقتها بتعمل فيها كده طبعا كل ده في التحيات وكل ده معروف واتنشر على مستوى الدنيا كلها كانت مفاجأة دي كلها مفاجأة لبنتي اللي هي أصلا نفسها ومعانا ما كناش متوقعين لما ضابط المباحث بوريني صورتها بوريني دي مش مصدق أنا مش مصدق إزاي دي البنت اللي جت كانت عيش وملح معاه اللي جت أصلا بتيجي لها زيارات وبيروحوا لبعض زيارات وهي كانت بتدبر لها جريمة وبنتي أصلا ما كانتش أصلا متوقعة أصلا نفسها يعني الشهيدة رحمة الله عليها ما كانتش متوقعة اللي يقتلها صديقة عمرها أصلا يعني صديقة عمرها اللي هي تقتلها أصلا ما كانتش متوقعة في المحكمة النهاردة عندي والله احنا بنشكر وزارة الداخلية وبنشكر النائب العام حمادة بن الزاوي طبعا وبنشكر مباحث البحيرة كلها على أكمل وجه ان الناس دي قامت بالواجب وزيادة شوية وجابوا المجرمين في اسرع وقت وان شاء الله مصر بخير وامان ان شاء الله الى يوم الدين وبنثق في القضاء المصري بتاعنا نزيه بنثق ان حال الرجلاء ان شاء الله هيرجع بالقضاء المصري نزيه واحنا مستنيين القضاء ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هو اللي هينصرنا واحنا مع القانون المصري والقضاء المصري ومع الامن العام كله طبعا كانت تتم الملابس
قدروا ان هم يتمكنوا من كل ده كله، نفس الفكره ان بعد ما اعتمدتها راحت النادي يا رب.
خذ لحق نقله من المجرمين الظلمه. يا رب خذ لحق نقله من المجرمين الظلمه. البنورة الحلوة العروسة اللي مفرحتش بجدتي البنورة الحلوة لبست الرب قبل ما تتغرق عشان توريك عشان حاسه بنفسها هي كانت حاسه بنفسها وحلوه وجادعه وكانت متقبله الامور ببساطه تقول يا صابر والله يا ربنا هيصبر قلبك وهيفرحك يا رب وهتاخد حقها تالت ومتال يا رب ربنا ما بينساش حق حاجه عايز وجه الكلمه للجمهور حكومتنا حلوه أنا بشكر الجمهور المصري كله والعالم العربي كله على المؤازرة والطيبة والإخلاص والمحبة خدت بالك والدعوات المخلصة اللي هم متأثرين بقضية بلال إن شاء الله بإذن الله هرجع بإذن الله وإحنا واثقين في القضاء المصري المزيد إن شاء الله بإذن الله واثقين بإذن الله حي نجلاء يرجع تاني وعندنا ثقة في الله كبيرة إن حي نجلاء هيجي بإذن الله بإذن الله بشكر كل المخلصين أنا بشكر كل المخلصين معلش إحنا معلش ما إحناش عارفين نعبر ولا عارفين أي حاجة إحنا أصلا منهارين قدام المحكمة بقالنا شهرين واثقين إن شاء الله بإذن الله عندنا ثقة في الله وفي القضاء المصري إن حي نجلاء هيرجع تاني بإذن الله بإذن الله انا عايز بس يهدي ويخلي ثقته بالله وفي القضاء المصري وان شاء الله ربنا هيرجع لها حقها والله وبنتك في الجنه بنتك اتعمل لها عمرات كتير بنتك اتعمل لها صداقات جاريه كتير بنتك الناس كلها واقفه معاها بنتك مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابه والشهداء والابرار عايزك ان انت تفرحي بنتك في مكان عالي اهدي وعايزك حقها والله انا قسمت لك بالله ان هياخدوا عليها وسيبك من اي كلام قسمت لك بالله ان ربنا هيديهم حكم الاعدام وهتشوفيهم وهم متعلقين هترتاحي وهنعمل فرح مش عزم هناخد اسم ايه هناخد اسم ماشي قابل ما قابلش خلاص بس عايز اقول لك النيابه العامه بتترافع اكتر مني اكنك انت اللي بتترافع النيابه العامه هي اللي شكلت القضيه وثبتت كل حاجه النيابه العامه هتسمعيها بتقول كلام اللي قتلوا رمس خدوا اعدام امبارح وانا جايب اعدام اللي قتل البنت هنا في اسكندريه اسمها ممكن بس نيجي كده يا جماعه الجلسه دي جلسه اجراءات هيخدوا طلبات والمحكمه عشان هتطبق عداله ناجزه هيكون الاكشن خطير جدا وهيكون حكم المحكمه في اسرع وقت للاعدام على المتهمين وهيتم التنفيذ في اسرع وقت عشان احنا تحت قياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيطبق العداله الناجزه عشان يكون رادع لاي حد وتساوي له نفسه عشان الجريمه دي بشعه احنا بنتمنى فيما بعد ان الحكم يكون اعدام علني عشان يرضى اي حد يفكر في حاجه زي كده طب حضرتك دلوقتي احنا عرفنا ان في حاجه قاضيه في الامن المتحد هياخد ده اكتر اهم حاجه الشيطان اللي غدر بصاحبتها نفسهم هم يتقطع كده حتت يتقطع حتت حضرتك بالنسبه لاهل في حد منهم اعترض حد اعترضكم اعترض اهل الشهيده خالص هم في حاله صمت هم حضرتك في حاله صمت عايز اقول لك ان عم الشيطانه قال لي ان نجلاء دي زينب كفر الدوار واسرتها احسن عيله في كفر الدوار هم عارفين العيله دي كان من حق بس هم يقعدوا مع عرفه ويتشرفوا مع عرفه عن نعمتهم هم معروفين زي ما انت شايف الدنيا عشان الشهيده كانت بتعمل اعمال كتير بينها اسرار بينها وبين اسرار كبير يوم الاخير بتعمل قرار وتعمل كل حاجه قتلت غدر القصه وان شاء الله ربنا في حاجات ظهرت في الاعترافات دي كده يا فندم في حاجات في الاعترافات ظهرت مفيش غير الكاميرا اللي رصدت الجريمه من اولها لاخرها دي كفايه القاضي اول ما يفتحها يدي قدام غير ما يفكر
الكاميرا بس بتشوف وهي بتنزل عليها صاحبتها وتخلص عليها وقدرة عشان تتاكد ان هي توفت وصابت روحها، فدي كفايه بس. طب يا فندم احنا عايزين نعرف يا دلوقتي برضه في ناس كتير سالت من الجلسه كان المفروض يلا نحلات هنا حضرتك السيد المعالي المستشار النائب العام الجديد احال القضيه في اسرع وقت بتحقيقات في اسرع وقت عشان الجريمه مكتمله قدامه، فطبعا رئيس محكمه السجلات هو المسؤول عن تحديد الدوائر، فالدور اللي منعقد اقرب دور عشان تطبيق العداله الناجزه دايره 35 اللي هي بتنظر القضيه هي من اختصاص المكان حضرتك الدائره 35 في القضيه دي. وجدت الشهاده بقول لها اعدام وبقسم لها بالله اعدام عشان في ناس ما تعرفش دين ولا ربنا اصله مش عارف ايه اصله ايه، ناس ما بتفهمش اي حاجه بتقول لها اصله ممكن ومش ممكن الاعدام وجوبي طبقا للقانون. يعني الجريمه مكتمله. مكتمله تماما. زي ما حضراتكم شايفين معانا بعض اصحاب الشهيده قاعده لحد دلوقتي في انت الجلسه لسه الجلسه ما بقتش هي هتبقى جلسه مسائيه. طبعا منتظرين لحد الجلسه ما تخلص هنبقى متواجدين برضه عشان نشوف الفصل ده ازاي. زي ما حضراتكم من محامي الشهيده ان النهارده يعني هتبقى الجلسه ممكن تتاجل ممكن كده ربنا اللي يسهل مع حضراتكم لحد الجلسه. ممكن الاساسه الطريقه يا جماعه ممكن الاساسه اللي واقفه ايوه انا بقول ايده كده عشان الضابط حاتم بيه مستأذن لنا فما ينفعش ان احنا نخل بالالتزام اللي اتفقنا عليه. تعالى كده يا باشا بعد اذنك. المحكمة محتاجة بالاذن حسب بقى رؤيه بيشوفوا الدراسه الفنيه بيشوفوا حاجات كتير. الاول رفض قال لك ان تصوير اي حاجه مش تصوير لا حتى اللي انا فاكر ان كان انت ان شاء الله باذن الله انا معاك في الكرنيه دلوقتي احنا دلوقتي
خد يا باشا معاك اهو حبيبي منور الدنيا. الو ازيك يا غالي عامل ايه اخبارك ايه؟ الله يخليك الله يخليك يا حبيبي الله يكرمك يا رب يا رب يا رب. دعوات دعوات يا رب يا رب يا رب يا رب اللهم امين. متشكرين متشكرين يا غالي الحمد لله ان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله. دعواتك دعواتك